صباح الخير، صباح الحب على احلى مشاهدي قناه زاكروس الفضائيه. يسعد صباحكم زملائي داخل الاستوديو من برنامج نسمات زاكروس. احنا اليوم متواجدين في ايفنت لامراه عملت واجتهدت وثابرت لكي تصنع لها اسم، وهو ماركت او براند فيرمسك، وهو براند ملابس يمزج بين الملابس الخليجيه والملابس العراقيه. للتعرف اكثر على هذا البراند خليكم ويانا. طبعا بالبداية حابة أشكر قناة زاكروس الفضائية اللي على طول داعمة للطاقات الشبابية. بالبداية نتحدث على براند فيرمسك اللي هو اللي تم اطلاقه بعد شغل 7 سنوات وتعب ثغرة وخبرة في هذا المجال في الملابس والتصاميم، كل هاي قدرت اليوم أطلقها لكم. طبعا البراند مثل ما تشوفون على شكل فراشة، هذا اللوجو تم اختياره لأنه أحس بداخلي فراشة. هاي الفراشة حبيت أوصلها لكل عائلة عراقية. طبعا الفراشة تمثل الشخصية اللي تكون كلش تكون خفيفة، تترك اثر جميل بكل مكان. هاي التصاميم راح تترك اثر لكل شخص يحب ديلان وحب التصاميم المودرن. طبعا حتكون مزيجه بين الكلاسيك والمودرن، كثير من التفاصيل اللي تخص براند فيرمسك. وبالاضافه الى انه براند فيرمسك برساله لكل امراه عراقيه خليج طموحه وقويه ومصره بالاستمراريه والاصرار راح توصلين لهدفك. بدايه كل الهلا بقناه زاكروس الفضائيه الحبيبه، قناه العراقيه لكل بيت عراقي. اليوم احنا منجمعين حتى نشجع ونكون كلنا ذات وقفه نسويه جميله مع ديلان. ديلان طبعا هي اصلا براند، فانا اليوم متواجده وياها. وتعرفون انه كل انسان او كل مراه عندها مشاغل كثيره، عائليه ومشاغل خاصه ومشاغل عمليه، لكن ديلان تستاهل انه اليوم اي شخص يشوفني او اي بنت موجوده داخل هذا الايفنت تفرغ نفسها، وحتى القنوات الفضائيه اللي منورتنا حتى نكون محتفلين وياها بهذا اليوم ونكون واقفين وياها. طبعا اني كلش سعيده اللي ديلو هي اكثر من صديقتي، وكلش احب اطلالاتها وانتقائها للملابس، فكل السعيده والف مبروك لها على هذه الماركه الجديده، وهي صراحه تستاهل لان دائما تحث البنات على التبديل وعلى الستايل وعلى الفاشن، فاني كل السعيده لها وهي الف مبروك وتستاهل. فرحانه بها، فرحانه انه بنيه قدرت انه توصل لهي المرحله، وحسب ما عرفنا انه الماركه مالتها هي ماركه ملابس، انه تجمع ما بين الخليجي والعراقي، فانا متاكده انه الفكره مالتها كلش حلوه وما مطروقه، فان شاء الله يا ربي من هاي الماركه الاعلى. كلش دعمة لها، لان خصوصا انه هي كلش مثابرة، كلش مجتهدة وكلش تشتغل على نفسها، فمتأكدة يعني 100% انه حيكون شيء حلو مثلها. الايفنت جدا لطيف والاجواء كلش حلوة والشخصيات حلوة ورائعة، تقريبا يعني اكثرهم من النساء المثابرات والنساء المشهورات. يعني اتمنى ديلان كل الموفقية والنجاح ان شاء الله بالبراند. اما من ناحية البراند فهو كلش خطوة ايجابية وخطوة جميلة وتستاهلها هي بصراحة. أنا ويا ديلان صديقتي وأختي وحبيبتي وكلش فرحانة إلها وأتمنى لها كل خير. هي مثل لكل امرأة وامرأة ناجحة، وأتمنى الكل ياخذ من عندها ويتعلم من عندها. اليوم موجودة بالإيفنت مال صديقتي ديلان. طبعا ديلان الأشخاص اللي كلش ناجحين تعرفت عليهم بحياتي، كلش تتعب على شغلها وعلى نفسها هواية أمور يعني بحياتها، فالحمد لله بعد هذا التعب وبعد جهد دام سنين طويلة قدرت تسوي فتشي خاص بيها. وان شاء الله انا كلش يعني احس حيطلع فتشي كلش فخم ومرتب ويليق باسم ديلان. Yeah.